وهذا لقاء أولي وستكون بإذن الله في المستقبل لقاءات أخرى، طبعا لتحضير الرؤية اللي كان تكلم عليها السيد رئيس الجمهورية، وبلورة الأهمية الكبيرة اللي وليها السيد رئيس الجمهورية للمجتمع المدني وإعطاء دوره في بناء المجتمع أولا وفي صياغة الجزائر الجديدة بالرؤية اللي يشوفها المجتمع المدني وإعطاء دوره الفاعل سواء في إطار الديمقراطية التشاركية أو إلى جنب مؤسسات الدولة من البلديات إلى الدوائر إلى الولاية وحتى على مستوى المركزي مستقبلا. فإذا مشينا إلى التنظيم اللي شايفينه واقترحوه العديد من الإخوان اليوم على مستوى البلدي وعلى مستوى الولائي، ممكن جدا أيضا نمشي إلى تنظيم وطني، هذا راح يساعد كثير في إشراك الجمعيات في اتخاذ القرار على مستوى وطني وعلى مستوى ولائي وحتى على مستوى المحلي في كل ما يتعلق بحياته اليومية وفي كل المشاريع التنموية اللي هدفها الأساسي هو تحسين الإطار المعيشي للمواطن.